أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. منذ أن تأسست العملية السياسية على يد المحتل الأمريكي عام 2003 والمساومات والمفاوضات والصراع على المناصب الحكومية كان الطابع السائد في العراق الذي بين الفساد وبين الدمار والبنى التحتية والبطالة وانعدام الخدمات وقمع الكلمة الحرة لا زال إلى الآن. المناصب التي يتصارع عليها السياسيون يعتبرونها غنيمة لم يكن أحدهم ليحلم بها كفرصة للاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه من أموال الشعب العراقي الذي من المفترض أن ينعم بهذه النعم بهذه الأموال. أصحاب البلد العراقيين الذين أصبح بلدهم في ظل حكومات المنطقة الخضراء وسياسيها من أسوأ البلدان للعيش في العالم وأكثرها فقرا وبؤسا وانتشارا للأمراض والأوبئة بحسب التقارير الدولية. بعد جولة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر أيار الماضي شهدت تزويرا على أعلى المستويات والتي قطعها أكثر من 80% من الشعب العراقي، يفتتح مزاد بيع منصب رئيس مجلس النواب ليصل السعر إلى 30 مليون دولار بحسب السياسيين أنفسهم مع مكافآت إضافية لمن يدفع أكثر. عضو تحالف الفتح رحيم الدراجي صرح أن الحكومة الجديدة ستشهد عمليات بيع وشراء حتى للوزارات أيضا. صراع على المناصب يعلو صوته يقابله مشهد قمع المتظاهرين جنوبي العراق المطالبين بأبسط الحقوق الإنسانية. هذه هي ديمقراطية أمريكا وعمليتها السياسية يدفع ثمنها العراقيون. فهل ما يجري هو بيع للمناصب أم بيع للعراق؟ نسلط الضوء على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله. أهلا بك أستاذ مصطفى وأرحب أيضا بضيفي عبر سكايب الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي. أستاذ أمير مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أمير. وأيضا سينضم إلينا لاحقا من فيينا السيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ سوية لنشاهد هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. منذ عام 2003 والمزاد العلني لبيع وشراء المناصب مستمر على قدم وساق، محادثات مفاوضات ومساومات تنبثق عنها مناصب لم يكن أصحابها يحلمون يوما بتسلمها. فبعد جولة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر أيار الماضي وما رافقها من حملة تزوير كبيرة تأتي تتمتها بالمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية سيئة الصيت، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التلاعب وعلى أعلى المستويات. وبفتح المزاد على منصب رئيس مجلس النواب بمبلغ وصل إلى 30 مليون دولار مع مكافآت إضافية لمن يدفع أكثر في واحدة من أكبر صفقات الفساد في العالم. عضو تحالف الفتح رحيم الدراجي صرح بأن الحكومة الجديدة ستشهد عمليات بيع وشراء للوزارات أيضا، لا سيما أنها ستكون مبنية على نتائج انتخابات مزورة. صراع وسباق على المناصب يقابله مشهد آخر من قمع أصوات المتظاهرين جنوب العراق الذين خرجوا يطالبون بأبسط الحقوق والخدمات، لكن القوات الحكومية والأحزاب التي تقف خلفها ردت بالقتل والخطف تارة وبالتخوين والتبعية تارة أخرى في رسالة منها بعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين. مسرحية مكررة ومشاهد ممجوجة تتم فصولها هذه المرة باحترافية بفضل الخبرة التراكمية لأبطالها الذين طبقوا الديمقراطية على مقاساتهم الخاصة على حساب دماء العراقيين. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ حلقتنا بهذا العنوان الذي قلنا أنه بيع المناصب في العراق أم هو بيع للعراق، نتحدث عن هذا الموضوع. أرحب بك مرة أخرى أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، الصراع على المناصب في العراق بهذا الشكل العلني بهذا الشكل بحيث ليس هناك خوف من محاسب، ليس هناك خوف من مسؤولية بالمستقبل تقع على من يطرح هذا الشيء، الأمر أصبح علنيا في العراق، صراع على المناصب وبيع المناصب كيف تصفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي زملائنا الذين سينضمون إلينا في هذه في هذا البرنامج. أولا يجب أن نعرف جيدا أن هؤلاء الذين سيطروا على العراق بسبب الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك لبلدنا، هؤلاء ليسوا سياسيين على الإطلاق، وليسوا التنظيمات التي ينتمون إليها ليست أحزابا سياسية بالمعنى المتعارف عليه في العالم للأحزاب السياسية. أولا هذه ميليشيات تتصارع على النفوذ وتتصارع على السلطة بشكل إرهابي حقيقي، والعراقيون يعرفون جيدا ماضي هذه الأحزاب وماضي هذه الشخصيات التي سلمهم المحتل الذين سلمهم المحتل الأمريكي والإيراني مقدرات العراق والعراقيين. هؤلاء ليسوا سياسيين بمعنى أنهم لو كانوا سياسيين لكانوا حريصين على مستقبلهم من خلال العلاقة الجيدة مع الشعب، فهم ينتظرون لو كانت طبعا هناك انتخابات حقيقية وفق الآليات الديمقراطية المعروفة في العالم، لو كانوا يعني لاهتموا بمصالح الشعب وحققوها حتى يتهيأ لهم أو تتهيأ لهم فرص أخرى من في الانتخابات. هؤلاء كما قلنا ليسوا سياسيين، هؤلاء جاءوا إلى العراق اغتناما لفرصة الاحتلال الذي جاء بهم، وهم جاءوا مختبئين في يعني أنا لا أقول أنهم جاءوا بدبابات المحتل، لأن الدبابات يركبها أو يعني يكون فيها المقاتلون، هؤلاء ليسوا مقاتلون، هؤلاء اختبأوا في أحذية المحتل وجاءوا مختبئين إلينا في هذا بهذا الشكل. هؤلاء ليسوا حريصين على شعب العراق، وطيلة السنوات 15 الماضية كان الصراع السياسي بين الصراع بين أفراد هذه الميليشيات والتنظيمات الإرهابية مستعرا طيلة السنوات 15 الماضية، ولكن تزداد حدته أو تخفت حسب قيمة ما يتصارعون عليه في تلك اللحظة. هذه هي السمة البارزة طيلة السنوات 15 الماضية، وكل المفردات التي عاشها العراقيون طيلة السنوات بعد احتلال العراق عام 2003 تؤكد حقيقة أن هؤلاء يتصارعون على المناصب، وهم يعترفون بهذا. يعني نحن طيلة السنوات الماضية سمعنا الكثير من الاعترافات، خرجت إلينا حنان الفتلاوي لتتحدث عن تقاسم الكعكة، وهي تعترف أن الجميع استفادوا من هذه الكعكة التي، وهي تقصد كعكة العراق أو جسد العراق وثروته ومقدرات أبنائه. يخرج علينا مشعان الجبوري ليعترف أن جميع الذين اشتركوا في العملية السياسية وفي السلطة التي جاء بها المحتل على مدى مراحلها المتعددة وصفحاتها، ابتداء من حكومة إياد علاوي ثم إبراهيم الجعفري ثم حكومتي نوري المالكي ثم دوبلير نوري المالكي، بالمناسبة هو نوري المالكي أيضا دوبلير إبراهيم الجعفري، عندما رفض إبراهيم الجعفري من بعض المشتركين في العملية السياسية لشخصه وليس لمساره، لأنهم استصعبوا التعامل معه في الحصول على المكاسب التي يريدونها، فقرروا استبداله، فقرر تقرر من خلال حزب الدعوة استبداله بشخص إبراهيم الجعفري، استبدل بنوري المالكي الذي حصل على فرصتين أهدر خلالهما نحو 800 مليار دولار. وعندما تم الاعتراض على نوري المالكي أيضا لعدم حصول شركاء في العملية السياسية على المكاسب التي يريدونها وليست مصالح الشعب، هم لم يختلفوا على مصالح الشعب، هم اختلفوا على المكاسب والمغانم الخسيسة التي يريدون الحصول عليها حتى ولو بدماء العراقيين وطبعا بأموالهم وبمستقبل البلاد، جاءوا برئيس المكتب السياسي في حزب الدعوة ليكون البديل لنور المالكي، واستمر مسلسل يعني الإجرام والفساد والإرهاب وكل ما يمكن
أن يوصف به هذا النظام من مساوئ هو يحملها في حقيقته. مهما تبدلت الأشخاص لا يعني شيئا، تبدل الأشخاص لا يعني شيئا، لأن الأهم هو هذا المسار الخاطئ المنحرف الذي يعني يسمسر على حياة العراقيين وأموالهم وأرزاقهم ومستقبل البلاد كلها بل والمنطقة أيضا. أرحب بضيفي من باريس عبر سكايب الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك أستاذ أمير المفرجي. يعني الصراع على المناصب هل هو حرصا على العراقيين الذين يعانون من انعدام الخدمات ويعانون من البطالة وهم يتظاهرون للمطالبة بأبسط حقوق الإنسان في ولا من مجيب بل تقمع التظاهرات؟ يعني هل هذا الصراع هو حرصا على العراقيين لخدمتهم؟ لا بالطبع، وما تفضل به الأخ الضيف قد أعطى يعني شرحا كاملا لما يحدث في العراق. في العراق ليس هناك دولة بكل معنى الكلمة، هناك دولة مكونات اختير لتكوينها من الداخل عن طريق شخصيات يعني ملائمة لهذه الدولة الدويلة التي تسمى دولة المكونات. لأن ما يحدث في العراق هي يعني ليس لها صلة بمؤسسات دولة سيادية كالعراق كما كان في السابق وكما موجودة في الدول الأخرى، ولكن هناك يعني نوع من النظام الذي عمل خصيصا للعراق من أجل أن يكون هناك صراع بين الشخصيات للوصول إلى تقسيم الكعكة. لأن وكما نعرف في العراق هناك موارد وثروات كبيرة تستطيع أن تفي بالغرض، ولهذا عندما جاءت أمريكا إلى العراق يعني كان لها الهدف الأول وهو يعني تدمير الدولة، وليس تدمير النظام، تدمير الدولة ويعني إبدالها بدولة يعني فيها الشيعي والسني. وقد استطاعت إيران أن تمر من هذه الثغرات لتتجذر في العراق، لأن قسم من الأحزاب التي تحكم العراق الآن هي أحزاب أصلا أحزاب إيرانية في الجوهر وفي القلب، ولكن في الاسم هي عراقية. إذن لا نستطيع أن نقول بأن هؤلاء جاءوا من أجل خدمة المواطنين. الفساد قد استشرى في يعني في إلى درجة لم يتخيلها العقل. هناك المليارات قد ذهبت في جيوب هذه الشخصيات ومن جاء بها. لا تنسوا أنه أن هذه الشخصيات لم تأتي بهذه السهولة، هناك يعني مصادر جاءت بهذه الشخصيات، وهذه المصادر كانت موجودة في مؤتمرهم في لندن وفي المدن التي جاءوا منها. إذن هناك يعني شيء مرسوم للعراق في أن يكون هؤلاء على هرم السلطة. وما يحدث الآن في العراق، ما حدث من يعني مؤخرا في ترشيح وفوز رئيس البرلمان العراقي الجديد، يعني يعكس بوضوح مدى الحالة السيئة التي وصلت إليها الدولة العراقية التي هي دولة يعني فاشلة 100%. نعم، أرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، انضم معنا من فيينا عبر الهاتف. أستاذ زياد، بداية مرحبا بكم. أهلا وسهلا أخي دكتور سمير، حياك الله. أهلا بك أستاذ زياد. دولة المكونات تحتاج إلى هؤلاء مثل ما تحدث الأستاذ أمير المفرجي، يعني دولة المؤسسات هي تنبني على أدوات مؤسسية من أجل أن تحصل على مخرجات دولة بمستوى الدولة، ولكن هذا النظام أنشئ خصيصا لكي يتم برمجته من أجل نهب الثروات، وبالتالي هم بحاجة إلى هؤلاء لكي تقسم الكعكة مثلما تحدث أيضا أستاذ مصطفى كامل على لسان من تحدثت من السياسيين وهي معروفة. أستاذ زياد، من وجهة نظرك يعني هذا الكلام العلني سواء كان بتقسيم الكعكة بالفساد، السياسيون يعترفون علنا أمام وسائل الإعلام بأن هناك بأنه نحن سارقون، نحن نقسم الكعكة علنا، وفي الصراع على المناصب علنا أمام شاشات التلفاز وأمام الإعلام. من وجهة نظرك يعني كيف تصف ذلك بالضبط؟
بداية أحييك وأحيي كل مشاهدي قناة الرافدين والسادة ضيوفك الكرام وخاصة الأستاذ مصطفى كامل. في الحقيقة ضيفك في الاستوديو ذكر أمثلة عديدة وكثيرة رائعة عن تصريحات واقتباسات مهمة من شراذم العملية السياسية الموجودة حاليا، وعن مدى تماديهم في سرقة أموال الشعب العراقي ونسب الفساد المستشري داخل العراق. وأريد أن أضيف مسألة بسيطة، عندما تأسس العراق الحديث الديمقراطي بين قوسين أيام فيبر قام بتشكيل مجلس الحكم، مجلس الحكم الذي عبر عنه طارق عزيز في سؤال عن هل يوجد معارضة عراقية؟ قال لا يوجد معارضة عراقية، هناك مجموعة لصوص فقط وهم من تسلم العراق بعد أن أتوا على ظهر الدبابة الإيرانية الأمريكية بعد 2003. لذلك نجد أن هذا الجو، هذا المناخ المناسب جدا لأجل وضع العراق الحالي أن يستمر بهذا الوضع، لأن الوضع الحالي يخدم الجهات الدولية عبر جعل العراق ساحة الصراع. اليوم هناك صراع سياسي أمريكي إيراني ولو شكليا، ولكن هذا الصراع داخل العراق، الترتبات داخل العراق، هناك نفط يتدفق، كل شيء في العراق لا يجري بسهولة، كل شيء إلا النفط يتدفق بسهولة تامة، وهذا ما يريده الأمريكان تحديدا. هناك عمليات سرقة وفساد كبرى جرت بالعراق من بعد 2003، خاصة العقود النفطية للشهرستاني الذي أمن أسعار النفط، برميل النفط ما يعادل المياه أو أقل كذلك. نحن نتحدث عن شركات كبرى، نتحدث عن صفقات كبرى، نتحدث عن وضع ملائم. المتضرر الوحيد من هذا الوضع هو المواطن العراقي، لذلك فإن من يحكم العراق فهم مجرد مجموعة من اللصوص ومجموعة من السراق. وأريد أن أعطي مثال حديث على ذلك، انتخاب رئيس مجلس البرلمان الحالي الذي حدث قبل يومين فقط. نتحدث، وهذا ليس عن لساني، ولن أستخدم بعض التصريحات التسقيطية من بعض القنوات. ماجد التميمي عضو مجلس النواب العراقي حاليا بتصريح سمعته بنفسي قال بأن من ينتخب يتم تصوير بطاقته ويقوم بأبو مازن أحمد عبد الله الجبوري بمشاهدة هذه الورقة ثم تضع بالصندوق. إذا نتحدث عن عملية فساد علني، شراء أصوات بشكل علني. الكل يدعي حب العراق، وصف العراق، الكل يدعي بأنه يعمل من أجل العراق، ولكن لنجد تصريحات الحلبوسي في اليوم الأول وهو ابن القائمة الإيرانية يقول لا نقبل بالحصار الأمريكي على إيران، ويدعو لاريجاني إلى الحضور إلى العراق، وسكت عن أحد الشراذم الإيرانية عمار طعمة الذي تجاوز على الخليفة هارون الرشيد وولده، ولم يقوم بإسكاته أو طرده من البرلمان. إذن نتحدث عن هيكلية كاملة، عن منهج كامل تقوم به هذه العصابة، هذه المافيا، لأني لا أجد تسمية حقيقة، مجرد يعني أكثر دبلوماسية منها، لأن هذا أقل ما أستطيع أن أصف به هؤلاء المرتزقة لإيران وأمريكا. تصور أن النواب يرشحون مع قائمة ويفوزون مع قائمة ومدعومين من قائمة أخرى، ولكنهم بالمحصلة يصوتون لشخصية أخرى. نتحدث عن لصوص بمنتهى النزالة، بمنتهى الحقارة، وهو ليس انتقاصا منهم أكثر ما هو وصف، لأنهم يتاجرون بدماء العراقيين، يتاجرون بمصائب العراقيين. أنا لا أتحدث أستاذ زياد، حتى أن الشعب العراقي اقتنع من خلال مقاطعته للانتخابات الأخيرة، 80% من الشعب قاطع هذه الانتخابات. أستاذ مصطفى كامل، يعني
العراق بلد نفطي يعني غني يسيل له لعاب القوى الدولية. هذه بيع المناصب أتجد أنه أقرب للبيع فعلا أم أنه بيع للعراق؟ أنا قبل أن أجيب عن سؤالك أريد أن أثير ثلاثة نقاط أساسية. نعم تفضل. أولا أن الحديث عن دولة المكونات يتنافى تماما مع مفهوم الدولة الحقيقية ومع مفهوم المواطنة. أنت عندما تتكلم عن مكونات لا تتكلم عن مواطنة، وهذا يعني متناقض تماما مع مفهوم المواطنة ومع مفهوم الدولة. وبالتالي فما هو موجود في العراق يسمى دولة مجازا، هو لا يملك أي من مقومات الدولة ولا يملك أي من أشكال الدولة. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها كمدخل، يجب أن نعرف أن الذي أسس للفساد في العراق هو المحتل الأميركي الذي تسلم الحكم مباشرة عبر سلطة الائتلاف المؤقتة كما كانت تسمى، وهو من صنع مسألة الفساد في العراق وخلق الفاسدين ووضعهم في المناصب المختلفة. ورئيس سلطة الائتلاف بول بريمر شخصيا هو مطعون في نزاهته، وحتى رئيس الحكومة الحالية بشهادة المفتش الأمريكي الذي يعني بحث في سجلات ومصاريف فترة سلطة الائتلاف المؤقتة اتهم حيدر العبادي بتلقي الرشوة، هو وإبراهيم الجعفري من خلال يعني مسألة عقود الاتصالات والهاتف النقال في حينه. النقطة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها أن ما يجري في العراق يختلف من فساد، أقصد يختلف تماما عن ما يجري في العالم. في العالم هناك مسؤول يصل إلى السلطة، ومن خلال وصوله إلى السلطة يبدأ عملية الفساد، يعني أنا أقصد المسؤولين الفاسدين في العالم. في العراق الحالة مختلفة تماما، هي دورة فساد متكاملة من ألفها إلى يائها. المال الفاسد يستخدمه سياسي فاسد في عملية سياسية فاسدة لتنتج مخلوقا سياسيا فاسدا تدوم به ومعه دورة الفساد، وليس كما في العالم مسؤول يصل إلى السلطة عبر أي وسيلة، عبر عملية اقتراع، عملية انقلاب، عبر أي وسيلة كانت، ثم يبدأ بالفساد عندما يصل إلى السلطة. في الحالة العراقية الأمر مختلف تماما، وأكرر أنها دورة فساد متكاملة من خلال مال فاسد يستخدمه سياسي فاسد في عملية سياسية فاسدة تنتج مخلوقا سياسيا فاسدا تدوم به ومعه دورة الفساد. النقطة التي تحدث عنها الأستاذ زياد السنجري وهي اعترافات النائب الحالي عن كتلة سائرون ماجد التميمي، وهي حقيقة يعني أدلت باعترافات بالغة الأهمية لإذاعة من البصرة تسمى تايم سكوير اف ام، أدلت باعترافات بالغة الأهمية في عملية بيع المناصب، وتحدثت عن أن أحد المسؤولين على ذمتها طبعا أن المدعو أحمد الجبوري أبو مازن قام بعملية تصوير السياسيين الذين يعني يتهيئون لانتخاب رئيس البرلمان الحالي، وبالتالي يعني تعرض عليه أوراق الاقتراع اللي يفترض أنه الاقتراع السري الحر المباشر، تعرض عليه ويتم تصويره شخصيا، وبعد ذلك عندما يسجل موقفه يعني فوتوغرافيا وفي قائمة يذهب ليضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وهذا يدلل بشكل مطلق، يعني لا يمكن أن يجد الإنسان تفسيرا آخرا لغير عملية البيع والشراء. أنا لدي صور يعني لا أعرف إذا كان من الإمكان فنيا الحصول عليها، هذا أبو مازن وهو يتلقى يعني أوراق الاقتراع ثم يجري تسجيلها فوتوغرافيا وفي قائمة أمامه، وهذه صورة ثانية أيضا، وعدد من النواب يعرضون
يعرضون أوراقهم، هنا يبدو كأنما قتيبة الجبوري أو شخص آخر ربما يعرضونها على أبو مازن، وأبو مازن هنا في هذه هو من يدير ظهره إلى الكاميرا، وبالتالي يتم تسجيل، وهنا أيضا نائب آخر وهذا أيضا أبو مازن يدير ظهره إلى الكاميرا وهو يتباحث مع عدد من النواب قبيل توجههم إلى ماذا نسمي ذلك؟ هذه عملية يعني لا يمكن أن تمرر على الإطلاق. هذه عملية فساد صارخة وعملية بيع وشراء للمناصب صارخة، لا يمكن، لا يوجد هناك أي تبرير آخر ولا تفسير على الإطلاق. مهما كان الشخص الذي يريد أن يفسر حسن النية أو قريب من السلطة أو يريد أن يدافع عنها، يبيض وجهها الفاسد السيء، لا يمكن أن تجد تفسيرا آخر غير عملية البيع والشراء، ويتم التأكد من شخص شخص، واعترفت بذلك السيدة ماجدة التميمي، وهي حقيقة يعني تكلمت بشجاعة مطلقة، ونحن يعني يجب أن نأخذ هذا الاعتراف بعين الاعتبار. ويجب أن يتذكره العراقيون ليعرفوا أن هؤلاء الذين جاءوا إلى المناصب سواء في مجلس النواب أو ما ينتج عنه من حكومة في المستقبل القريب ربما أو البعيد، يعني لا يمثلون حقيقة الشعب العراقي، وأنهم باعوا فعلا باعوا العراق. هذا النائب الذي يبيع صوته كيف يمكن له أن يدافع من أجل انتخاب سين أو صاد من النواب المرشحين لمنصب رئاسة المجلس؟ كيف يمكن له أن يدافع عن مصالح الشعب؟ كيف يمكن له أن يتبنى قضية رقابية؟ لأن مجلس النواب دوره تشريعي ودوره رقابي. كيف يمكن أن يعني يتولى عملية الرقابة على المؤسسات الحكومية وهو منذ يومه الأول بعد أدائه اليمين القانونية هو مطعون في نزاهته، قابل للبيع والشراء، وهذا يعني في سوق النخاسة وسوق المساومات الرخيص حتى هذه نعم. هذه اعترافاتهم، اعترافات أعضاء مجلس الشعب يعني مجلس النواب. هذه هي السيدة ماجدة التميمي تتحدث بصوتها كما تحدثنا وكما عرضنا من صور. إذن بيع المناصب في العراق مبني على نتائج انتخابات مزورة قاطعها 80%. حصل بالمناسبة، هذا حصل، عملية بيع المناصب هو أمر ليس جديدا، هذا حصل ويحصل من أبسط مسؤول إداري وأمني وعسكري في العراق، آمر وحدة صغيرة عسكرية أو آمر مؤسسة أمنية أو مسؤول إداري في أي بقعة من يعني خارطة العراق. عملية بيع وشراء المناصب ليست عملية جديدة، ولا يتعلق الأمر بالنواب والوزراء، وإنما يتعلق الأمر بكل المناصب. يعني نحن عرفنا ويعرف العراقيون جيدا ويعرف العالم أيضا بالمناسبة أن قائد الفرقة المسؤولة عن منطقة ما وآمر اللواء المسؤول عن منطقة ما يعني يقوم بعملية شراء لهذا المنصب، وحدث هذا أيضا في الوزراء والنواب في السنوات السابقة. أستاذ أمير المفرجي، يعني انعكاسات هذا الصراع على المناصب والحديث عن بيع الوزارات مستقبلا بحسب ما يتحدث سياسيون أيضا عن بيع الوزارات مستقبلا، عضو تحالف الفتح رحيم الدراجي صرح بأن الحكومة الجديدة أيضا ستشهد عمليات بيع للوزارات، يعني ثقافة بيع المناصب، ثقافة بيع الوزارات، التداول والفساد داخل دائرة أروقة الحكومة والبرلمان وما إلى ذلك من وجهة نظرك، والشعب الآن في الجنوب يتظاهر من أجل الماء، يريد ماء ولا يوجد ماء، يتظاهر من أجل العمل، البطالة منتشرة متفشية، الأمراض منتشرة، السموم قتلت الناس، مع ذلك يعني هذا الأمر والحديث عن بيع الوزارات وبيع المناصب ما انعكاساته على الشارع العراقي؟ ما انعكاساته على الوسط في الجنوب الآن الملتهب ضد الحكومة؟ بالطبع يجب أن قبل أن يعني نبدأ بتحليل هذه القضية يجب أن نعلم بأن
العملية السياسية التي بدأت بانتخاب الحلبوسي أمامها شيئان مهمين، وألا وهما الصراع الإيراني الأمريكي وثورة الشعب العراقي في البصرة وفي مدن. إذن لا نستطيع أن نقول بأن العملية السياسية ستكون سهلة إلى هذا الحد، لأن هناك شيئين سيكونا بالمرصاد لهذه العملية السياسية. الشيء الآخر اللي أحب أنه أشرحه للمشاهدين، وكما تفضل الأخ الضيف في الاستوديو، أن عملية بيع الحقائب هي ليست عملية جديدة تحدث الآن. منذ بدء النظام السياسي الجديد في العراق في 2004 بعد أول تشكيل برلمان في 2005، كان هناك كلام كثير عن بيع حقائب وزارية كثيرة، والكثير يتذكر السيد الوزير وزير الدفاع الذي يسمى عبد القادر العبيدي الذي اختلس الملايين، والآن موجود هو يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه المشكلة هي موجودة، كانت على نطاق يعني واسع، خصوصا على نطاق توزيع الحقائب الوزارية والوظائف الأمنية المهمة في العراق التي يعني كانت تشترى وتباع في سوق تجاري يعني ليس له أي صلة بالعملية السياسية التي ينتظرها العراقيون. ولكن يجب أن أرجع إلى شيء مهم، وهو يعني ما تكلم عنه بعض النواب عن بيع حقيبة، إذا يعني نستطيع أن نقولها كهكذا، رئاسة البرلمان إلى السيد محمد الحلبوسي. أنا لا أعتقد بأن هذه الحقيبة يعني أن وصول السيد محمد الحلبوسي إلى يعني رئاسة البرلمان كان نتيجة يعني لوجود مبلغ من المال، صحيح، ولكن كان هناك اختيار لعدة شخصيات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المنصب. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه المكون السني هو يعني مكون كان يعني تحت رحمة الوصاية الأمريكية يعني في المقابل الأحزاب الطائفية كانت هي أحزاب يعني تسمع الوصايا من إيران. إذن وصول السيد محمد الحلبوسي كان يعني اتفاقا أمريكيا إيرانيا بامتياز، ولكن يعني للوصول إلى يعني عدد المشاركين في هذا المنصب قد نستطيع أن نقول بأنه قد دفع شيء، ولو أنه ليس لنا أي يعني معلومة أو إثبات ذلك. ولكن وصوله إلى هذا المنصب، صحيح هناك يعني بيع وشراء للمناصب، ولكن للمنصب الذي استطاع عليه أنا في نظري أن هناك اتفاق أمريكي إيراني على إبقاء، ونرجع على نفس الأسطوانة وهي إبقاء العراق كدولة للمكونات. الاتفاق الأمريكي الإيراني على يعني وضع السيد محمد الحلبوسي وبدعم إيراني يعني واضح من قبل ما يسمى بكتلة البناء يثبت على أن هناك نية أمريكية تشاركها إيران، على الرغم من وجود مشاكل كبيرة بين الولايات المتحدة، خصوصا بين إدارة ترامب وعمائم إيران. هناك اتفاقية على إبقاء، أو هناك يعني توافق على إبقاء العراق كدولة للمكونات، يستلم بها السني رئاسة البرلمان، ويستلم الكردي لرئاسة الجمهورية، ويستلم الشيعي لرئاسة الوزراء، والتي هي أهم حقيبة سيادية في العراق، لأنها هي التي تقرر سياسة العراق الداخلية والخارجية. إذن يجب أن لا نعطي هذه الأهمية لوصول السيد محمد الحلبوسي لهذا المصر، لأنه يعني على في رأيي أنه استحقاق انتخابي ناتج من وجود دولة المكونات التي يعني استطاع الغرب وإيران من تثبيتها لحد الآن. وأنا في نظري يعني، وأنا أحب أن أرجع إلى هذه المشكلة لأنها مشكلة يعني لها صلة بالشأن العراقي في الوقت الحاضر، أن إيران يعني لا تريد أن يكون العراق مقسم إلى ثلاث دويلات، ولكنه
ولكنها تتفق مع الرؤية الأمريكية في وجود عراق ضعيف مشتت بثلاث مكونات يتصارع رؤساء الأحزاب فيما بينهم بالمال بالسلاح للوصول إلى السلطة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت للعراق كان في رأيها وفي رؤيتها الشيء الأول، وهو عدم إرجاع العراق كدولة قوية وكما كان في السابق. لحظة الآن في العراق هناك صراع بين رؤساء أحزاب، ليس هناك شخصية عراقية استطاعت أن تلم العراقيين شعبيا وحزبيا خلفها. هناك أحزاب، هناك مقتدر صدر، هناك المالكي، هناك الآن شو اسمه الحلبوسي، يعني الشخصيات متعددة وتتصارع فيما بينها، كل في منصبه واضح وكل حسب حدوده. واضح أستاذ أمير. أستاذ زياد سنجري، يعني دولة المكونات أساسها التفاهمات الإيرانية الأمريكية، إلى أي مدى من وجهة نظرك سيبقى العراق خاضعا للفاعل الأمريكي وللتدخل الإيراني في إطار هذه التفاهمات؟ كما قلت في سياق مداخلتي اليوم، أن الوضع مثالي الآن للأمريكان والإيرانيين إلى أن يتم تخالف أو اختلاف المصالح الأمريكية الإيرانية، وهذا الاختلاف أو هذه التقاطعات لا تتم إلا عن طريق وقف هذه المصالح داخل الأراضي العراقية، يعني بتعبير آخر إلا عندما يتم استلام قوة وطنية، وهذا أمر يعمل عليه الإيرانيون والأمريكان عكسه بالضبط. الآن لا يقبلهم بأي شخصية وطنية مهما كانت، ولو عليها أي مؤشر بأن تستلم الآن في العراق وأن تكون صاحب القرار. أعتقد بأن المصالح الأمريكية إذا ضربت داخل العراق عبر الإيرانيين، وهو ما لا تقوم به إيران، وكذلك الأمريكان فهم يهاجمون الإيرانيين داخل العراق لأن نفوذهم متوسع. منذ 2003 أصبح النفوذ الإيراني واضح داخل العراق. هناك تناغم بعيدا عن التصريحات، بعيدا عن الحصار، بعيدا عن القربات الأمريكية عن إيران، هناك تناغم إيراني أمريكي داخل العراق. هذا التناغم لن ينتهي إلا بضرب المصالح الأمريكية والإيرانية داخل العراق عبر غلق الحدود مع إيران، وهذا لن يتم، أو عبر إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأسواق، أو إعادة جدولة العقود التي أبرمتها المافيات أو الفساد في الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى والتي باعت النفط بسعر المياه. نعتقد بأن الوضع هذا مثالي وسيستمر، هو بعيدا عن التصريحات والتصعيد الأمريكي ضد إيران. الأمور داخل العراق ستشهد العديد من المعارك السياسية، ولكن واقع الأمر والكل يعلم بأن القواعد الأمريكية تحرس الحشد تلك القواعد الأمريكية بالخط الثاني أو الثالث، وأن قوات الأمنية العراقية الخط الأول، ونعتقد بأن الحشد والأمريكان على تناغم كبير جدا وإن لم يكن بصورة مباشرة. وأعتقد بأن مبعوث الرئيس الأمريكي التقى بقادة الميليشيات مثل هادي العامري وغيره ومالكي في داخل العراق، لذلك نجد بأن التناغم كبير جدا وواضح، والمتضرر الوحيد هو العراقيين والمواطن العراقي فقط. نعم. إذا كان في الموصل أو إذا كان في البصرة. نعم. أستاذ مصطفى، ما مدى تمثيل هذه الحكومة للشعب العراقي؟ هل هي ممثلة فعلا للشعب العراقي؟ هل من جديد؟ الاحتلال الأمريكي عندما جاء إلى العراق جاء تحت فريتين، أو يرفع شعاراً. الشعار الأول هو موضوع البحث عن أسلحة الدمار الشامل وتدميرها، وهذه اتضحت بالأدلة وبالاعتراف الأمريكي عدم وجود هذه الأسلحة.
الفرية الثانية التي جاءوا فيها ورفعوا هذا الشعار هو جلب الديمقراطية إلى هذا البلد. ما يحصل الآن منذ 15 سنة وعملية التوافق وبيع المناصب وتقاسم السلطات وعملية دولة المكونات وليست دولة المواطنة، كل هذا يعني يضرب في الصميم عملية أو شعار فرية جلب الديمقراطية إلى العراق. الشعب العراقي طبعا يعني لا يمكن لأي منصف أن يتحدث حتى طيلة السنوات الماضية التي كان أيضا فيها رفض شعبي في مناطق كثيرة من العراق، وكان أيضا في المحطات الانتخابية السابقة الثلاث السابقة أيضا كان هناك إحجام لكن من المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لكن الآن في هذه المرة في شهر أيار الماضي أحجم نحو 80% من الشعب العراقي من الذين يحق لهم التصويت عن الذهاب والتوجه إلى صناديق الاقتراع. هذه رسالة واضحة ليست لرفض الأشخاص فقط، وإنما رفض لكل المنهج الفاسد الإجرامي الإرهابي الذي جرى تطبيقه في العراق طيلة السنوات 15 الماضية. وأنت إذا تلاحظ ويلاحظ المشاهد الكريم أن النواب أو الذين في يعني جلسوا على منصة رئاسة المجلس، جاء حاتم الحسني ثم محمود المشهداني ثم إياد السامرائي ثم سليم الجبوري ثم الآن محمد الحلبوسي، تتبدل الوجوه ولا يتبدل المنهج، تتبدل الوزارات ولا يتبدل المنهج. المشكلة ليست في الوزارات وليس في الشخوص الذين يتولون الوزارات الحقائب الوزارية أو يتولون يجلسون على مقاعد مجلس النواب. هذا هناك خلل جوهري، يعني هذه العملية السياسية الاحتلالية تحمل في جوهرها وفي ذاتها بذور خرابها وبذور فسادها. هذا الشعب العراقي الآن في الشهر الخامس الماضي عبر وأرسل رسالة واضحة صريحة لا تقبل تأويلا عن رفضه لهذا المنهج السياسي القائم. الرسالة الثانية التي وجهها شعب العراق أيضا واللافت للنظر أنها من مناطق الفرات الأوسط ومن جنوب العراق، والآن منذ فترة ليست بالقصيرة منذ في محافظة البصرة تحديدا، هذه المظاهرات التي تجري في العراق الآن مظاهرات مطلبية، وهذا أمر مهم جدا. الحديث ليس حديثا سياسيا قابلا لوجهات النظر، وإنما مواطنون يبحثون عن أبسط حقوق الإنسان، بل هي حتى أقل من حقوق الإنسان، يعني توفير الماء الصالح للشرب هذا ليس حق للإنسان، هذا حق حتى للنبات وللحيوان أيضا. بالضبط. الإنسان له متطلبات في المعيشة الكريمة أعلى بكثير من هذا. هؤلاء يطالبون بماء صالح للشرب، يطالبون بخدمات في حدها الأدنى، هم لا يطالبون أن يكون بلدهم على غرار جنيف أو فيينا أو باريس. الماء يحترق، الماء فيه حشرات، الماء ملوث، الماء فيه تسمم. الآن أكثر من 60,000 مواطن في البصرة تسمموا من هذا الماء الذي لا يصلح للحياة، ليس للبشر، لا يصلح لأي كائن حي، وموبوء ويعني مليء بالأوبئة والأمراض. هذه الرسالة أو هاتين الرسالتين تؤكد واللافت للنظر أنها تصدر من تدعي الحكومات التي تسيدت على العراق أو تتحكم به طيلة السنوات 15 الماضية تدعي تمثيله، وهي تستند إليه في الحصول على الأصوات الانتخابية، وتستند إليه في الحشد الطائفي الإرهابي يعني مد ميليشياتها بالعنصر البشري، سواء الميليشيات التي تقاتل في العراق أو التي قاتلت في سوريا أيضا. ماذا قدمت لهم بالتالي؟ هؤلاء يعني بعد 15 سنة من الادعاء للحكم باسمهم يتظاهرون للحصول على مياه صالحة للشرب، مياه صالحة للشرب ومصدر للمعيشة الحلال
ويعني رزق، يطالبون بوظائف، ويخرج رئيس الحكومة الحالية المنتهية ولايته ليكذب على الشعب العراقي ويدعي أنه قدم 10,000 وظيفة. الإعلان عن تقديم 10,000 وظيفة بحد ذاته هو جريمة يجب أن يحاسب عليها رئيس الحكومة. فإذا كانت هذه الوظائف يحتاجها الجهاز الحكومي قبل، لماذا لم تفتح الأبواب التعيين قبل الأزمة؟ وإذا لم يكن يحتاجها فهو هدر للمال العام. أستاذ أمير المفرجي، يعني في دقيقتين لو سمحت، يعني من وجهة نظرك، يعني الآن هناك تظاهرات حدثت في المناطق الغربية في العراق وقمعت بالحديد والنار، التظاهرات الآن في الجنوب المطالبة بالمياه، المطالبة بأبسط حقوق الإنسان أيضا تقمع، ما الحل أمام العراقيين في ظل حكومات فاسدة؟ شيء طبيعي، ما العراق الآن على مفترق طرق، الآن يحضرون لانتخاب رئيس وزراء، قد يكون السيد العبادي وقد يكون استنساخ للسيد العبادي بشخصية أخرى تتقاسم الطائفية السياسية والأيديولوجية الغربية الذكية. إذن نحن أمام هذا المفترق، هل باستطاعة هذا الذي سيأتي في يعني تغيير الحالة؟ أنا في نظري لا، الشعب سيقرر إذا كان سيبقى تحت ظلم هؤلاء أو سيتحرر لإعادة بناء بلاده الذي سرق من قبل يعني أناس ليس لهم صلة بالعراق وليس لهم صلة بهؤلاء الكادحين. يعني المشكلة وصلت في رأيي إلى نهايتها، وأزيد على ذلك في 30 ثانية، التوافق الإيراني الأمريكي قد وصل أيضا إلى حده الأخير بعد تطور الصراع في الملف النووي بين إدارة ترامب وإيران. إذن ما تتفق به إيران وأمريكا في الوقت الحاضر هو فقط على إدامة عراق ضعيف، عراق مكونات، ولكن هذا لن يدوم طويلا. شكرا لك، شكرا جزيلا الأستاذ أمير المفرجي، كنت معنا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي، وشكرا لك أيضا أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الاستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. شكرا لك استاذ مصطفى. في ختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني اطيب تحية والى اللقاء.